السلام عليكم واش الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الخوت واحد الوليد هنايا وبقى حاصر وسط البيضه، وهذا اليوم الثاني وما خرجش من البيضه، البيضه بدات كتكحل، فغنعتقوه نحاولوا نعتقوه. وانتم الخوت قبل ما نبدا نقصر عليه راه كيدير واحد الصوت خفيف، الا سمعتوا انا قربتو دابا الميكرو الا كنتو كتسمعوه. سمعوا الخوت واحد الصوت كنسمعوا واحد الصوت شويه، انا غنحاول دابا نقصر عليه ونحاولوا نعشقوه. دابا الخوت لما خرجتوش يقدر يموت وسط البيض، انا صبرت عليه من البارح ولكن ما خرجش يومين دابا، نحاولوا نساعدوه. هو راه كيحاول ولكن ما قدرش، هاد المرات القصرة كتكون قاصحة. هانتوما الخوت، شوفو سبحان الله بدا كيبان الراس ديالو. نحاولو منأذيوش، فهمتي، نحاولو نحيدو القصرة بلا منأذي. ودابا هو الوقيته فين خصو يخرج، صافي ديجا هو راه كمل دابا 18 يوم شحال هادي ديالو. ها هو خوتو خرجوه هو اللي بقى، نحاول هانتوما الخوت، شوف سبحان الله عريس عليه غير شويه باغي يخرج، هو ديجا هذا وصل للوقيت ديالو، هو غادي كيخرج الراس، سبحان الله شوف كيدفع الراس، شوف سبحان الله. هانتوما الخوت، نتمنى تكونوا كتشوفوا مزيان بين عليكم، شوف سبحان الله شوف. هانتوما هو كيدفع، شوف سبحان الله كيقاوم راه بحال كان كيتسنى هاد شويه نفتح ليه البيضه باش يقدر ايه. حيت دابا هاد المرات كتكون الخوت القشره قاصحه ميقدرش. هو شوفوا الخوت هو يخرج الراس، عريت عليه غير شويه دابا صافي، هذا هو الوقيته ديالو. حنا غنحاولو ندفعو يخرج، شوف سبحان الله. والله ما بارك، هو خرج الخوت، شوف تبارك الله تبارك الله، راه خارج بواحد الحيويه، يعني كون ما كانش الخوت الوقيته ديالو غيخرج سخفان، شوف سبحان الله عريس عليه ويخرج. انا غنوري لكم الخوت مزيان، وشو الخوت شداش، باقي سارد من البيضه، سبحان الله ديك السوائل اللي في البيضه باقين عليه.
المهم الخوش هذا ما كان نمشيو دابا نحطوه نحشمو باش تسخنوا فهمتيني باش تسخنوا باش باش ما يموتش وتوكلوا داكشي. المهم طويه الراسي حجيده اللهم بارك هيا البيضه اللي كان فيها انتم انتم الخوش شو راه عريت ليه شويه يعني الطير كان محتاج الدفعه اللي درت ليه دابا. المهم تحياتي الخوت ونتشوفوا في فيديو اخر وكيف ليكم.